بقول لك ايه، ولا تحتكي بيا ولا تتكلمي معايا خالص، انا على اخري. ماله اخرك؟ يعني عاجبك يعني الامراض اللي بتامرضها لي خالتك صباح دي؟ طب وايه يعني، ايه الجديد؟ ما كل ما بتشوفك بتامرضها. ايوه بس الانسان مننا برضك طاقه، وانا هفضل ان شاء الله كده اتامرض لحد امتى؟ وبعدين انا عملت ايه اصلا عشان الامراض اللي بتامرضها لي دي؟ ما هي دي المصيبه، ان انت ما بتعملش. عارف لو كنت عملت ما كانتش امراضاتك، انما انت بقالك 3 سنين داخل واكل شارب نايم قاعد رايح جاي. خلاص بقى سك على الموضوع ده لحسن، وكتاب اللي اخش بينا احنا الاثنين في اي وقت. خلاص 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 براحة. صباح الخير. الحقيقة أنا ليه سؤال، أنا أمتلك شركة كبيرة ولا طابورة؟ يعني أغيب 5 أيام أرجع لها التسيب ده؟ حد يرد عليا؟ زي ما حضراتكم كل أول شهر بتطلبوا بحقوقكم، شوفوا واجباتكم. دينا فين؟ الله، فين دينا؟ ما حد يرد. الحمد لله على السلامة يا مستر عبدالله. خير؟ في إيه؟ خير؟ هيجي منين الخير؟ لما يكون عندنا تسليم شغل هاني ومتأخرين عليه، ده يبقى خير؟ حضرتك عارفة انك في شركة كبيرة ولا لا؟ انا اللي يمكن اسمح بالتسايب ده. لو مش عارفة انت شغالة فين؟ تقدري تقدمي استقالتك. ولا كلمة. ورايا. اتفضلي اقفلي الباب وراكي. كلام فاضي. مفيش التزام. وحشتيني يا توتي قوي. انت اكتر يا عبودي. كان لازمته ايه كل الزعيق اللي انت عملته ده؟ هنت عليك؟ حركتين بس عشان محدش ياخد باله. ايه بقى؟ مش يلا ولا هوبا؟ لا هوبا. هو ده بابي. اهلا نيللي حبيبتي، وحشتيني قوي. هاي بابي. هاي روح. طيب يا دينا اتفضلي، بس اياكي تروحي عشان عندنا شغل كتير. ها اخبار جنيف ايه؟ ولعه ولع. ارهاب برضو؟ لا اسعار. ارهاب ايه؟ تعالي ارتاحي. انا مبسوط جدا النهارده. للدرجه دي انا وحشتك؟ لا خالص يا بابي، انا خلصت الليمت بتاع كريدت بتاعي ولازم اشتري شانيل باك باك الجديده. بس كده؟ هي دي حاجه بسيطه؟ انا بقالي 3 أسابيع ماشيه بستيل ماكارتني، هفضل عايشه فيها طول حياتي؟ يا حبيبتي اطلاقا، انا مستغرب فعلا ازاي ماشيه بستيلا دي. ما تجيبي سقاره ولا حتى هينكل. ايوه يا سو. ايوه نالي، انت رحتي فين؟ سو انا بقدرش اقعد في مكان اكتر من كده، وبعدين انا عملت اللي انا عايزاه خلاص. سلمي لي على سو. ايوه انت هتجينا على عزا مامي بيكو ولا هتعملي ايه؟ انت فاكراني فاضيه؟ انا ورايا حاجات كتير قوي، لسه عندي بول دانسينج كلاس، وبعده عندي يوجا، وبعدين عندي بيلينج، وبعدين هعمل ضوافري. كل ده مش عاجبك؟ يا بنتي مش هينفع نسيب البنت في الظروف دي، مامتها لسه ميته. انا مش بحب الاعزايه يا سو، وبعدين ما بحبش بيكو اصلا، فمش هاجي. نيلي ما تنسيش تسلمي لي عليها عشان بابي. ثانيه حبيبي بتكلم. اوكي. طب انت عارفه مين هيبقى هناك؟ شادي. طب تحبي نتقابل هناك ولا تجيلي؟ ابقى اعدي عليكي. باي. طيب اوكي باي. باي ايه؟ اديكي قفلتي وما سلمتيش عليها. بابي انا هتاخر النهارده. لا يعني ايه تاخري؟ احنا قلنا مفيش تاخير بعد الساعه 2. معلش عندي عزا مهم جدا لازم اروح. عزا ايه اللي في اخر الليل ده؟ ليه في الجندول ولا برازيانا؟ بابي ممكن اقول لك حاجه؟ اتفضلي. انا بجد مش عارفه ازاي مامي الله يرحمها، الست كلاسي الشيك، شي واز كوين، مش عارفه ازاي كانت مندمجه معاك. انت كل حاجه بتحبها بلدي، الويج اللي انت لابسها دي بلدي. ويج ايه يا حبيبتي؟ دي باروكه. دي عامله زي بتاعه المغنيين، ما تجيب واحده زي بتاعه نيكولاس كيج. عندك حق، انا كنت رايحه اجيب فعلا اجيب واحده رزي، بس قالوا لي مفيش اكس لارج. بابي مش دي بس اللي بلدي، كل حاجه بلدي، كلامك، اصحابك، السكرتيرات اللي بيشتغلوا عندك هنا كلهم بلدي. يعني البنت اللي قبل دي اللي شعرها كيرلي كانت احسن شويه. بليز بقى بلاش الجو ده عشان ما اتكلمش كتير. ما قلتليش عايزه كام فلوس؟ عايزه $5,000. I love you by the way. I love you too. يلا ناخد سيلفي عشان احطها انستغرام واقول لك الحمد لله على السلامه. فرح 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 فرح. يلا العيال الصغيره بقى كلها تيجي، الاطفال
أطفالنا الأوفياء يجوا. يلا يلا ثروة بلدنا، أهلا بيكم. يلا نبطل فرك بقى. لا لا عيب، نبطل فرك ونهدى. أنت مش قلت العيال الصغيرة تيجي؟ يلا بتتزحلق، يلا تعالوا نهدى ونثبت. يلا دلوقتي نسمع سقفة كبيرة قوي عشان فكرة الأراجوز. كمان سقفة كبيرة. صحيح، ثانية واحدة، ده مين صاحب العيد ميلاد؟ أهو تعالى 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 تعالى. أهلا 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 أهلا. اسمك إيه؟ إسماعيل. إسماعيل، إسماعيل إيه؟ أحمد محمود الجدي. إسماعيل أحمد محمود الجدي، أهلا وسهلا. بقى عندك كام سنة يا إسماعيل؟ سانك. سانك، هو بيشكرني ليه؟ لا سانك بالألماني يعني تمانية. تمانية؟ ده عنده تمانية؟ لا عندي خمسة. خمس سنين؟ خمس سنين. طب وإيه إحساسك بقى يا سمعة وأنت بقى عندك خمس سنين؟ يعني بكون لوحدي وبعمل الحاجات دي. بتاكل لوحدك وبتعمل الحاجات دي؟ حاجات إيه؟ إيه الحاجات اللي يعني بكون لوحدي. بتاكل لوحدك، تمام حلو. طيب يلا بقى إيه؟ نغني لسمعة هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي تو يو. يا ابني أنت عبيط. عبيط ليه كده؟ ليه يا سمعة؟ عبيط ده لك هابي بيرثداي من غير تورتة. من غير تورتة؟ من غير تورتة. طب ايه نجيب له تورتة يعني ولا ايه؟ ناصح ناصح. طب نغني ايه يا سمعة؟ فرتكة 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 فرتكة. طب يلا فرتكة فرتكة على الطبلة وعلى السكسكة. فرتكة فرتكة على الطبلة وعلى السكسكة. يلا يلا يا سمعة يلا. اروح العب بقى. لا ايش روح العب، ايه الطفل الغريب ده؟ فرتكة ايه؟ يلا خدي بقى. هاي عليكم يا ولاد. هاي يا ترى فين لوز الأراجوز؟ اطلع يا لوز يا أراجوز يا عبيد. اطلع يا لوز يا عبيد. اهلا وسهلا بأطفالنا الحلوين، دلوقتي هنلعب. ما تستعجل شوي، ما هو الأراجوز اللي بيكلم كده. دلوقتي هنلعب ألعاب جميلة، بس لازم انده للمساعدة بتاعتي. يا عبلة يا عبلة. اهلا 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 يا ولاد، ما تلم نفسك شوية يا لوز يا أراجوز. ما انت اللي بدأتي يا عبلة يا هبلة. لازم تلم نفسك عشان ما خليش ليلتك نكد عليك وعلى دماغك. ما بقتش تفرق معايا مدام اصطبحت بوش العقربة البومة الشريرة خالتك صباح. طب وحياة أمك لا قول لها عشان تأمرزك. وتأمرزني ليه؟ عشان بقالك تلات سنين مبلط في أمها. مبلط في أمها؟ هي قالت مبلط في أمها؟